ياسمين ودكتورة ريهام. دكتورة ريهام وياسمين، وانتوا الاثنين نازلين في الرياضة. تشجعوا كرة؟ اه طبعا اهلي. ايوه طبعا اهلاوية. اه طبعا. بس السؤال مش عن الاهلي. ليه كده؟ رياضة. والسؤال هو من هو اكثر اللاعبين العرب حصولا على جائزة الكاف لافضل لاعب في افريقيا حتى عام 2020؟ محمد صلاح. محمد صلاح خدها مرتين وإجابة صحيحة. اتأخرت يا ياسمين. أول حد خدها محمود الخطيب، وبعد كده محمد صلاح في سنة 2017 و2018، وكان التاني في 2019 بعد ساديو ماني. ملك اتفضلي.